بينضم إلينا لمزيد من التفاصيل الأستاذ يوسف الحسيني الإعلامي طبعاً وعضو مجلس النواب. مساء الخير يا فندم. أهلاً بيكي. أهلاً بيك. خليني أسأل حضرتك على رؤيتك يعني دور مجلس النواب القادم في ظل هذه التركيبة اللي كنا نتحدث عنها، كيف ترى دوره، كيف ترى فعاليته؟ والله هو دوره الدور الطبيعي المعهود المنصوص عليه في الدستور وطبقا للقوانين المعمول بها في البلاد والتشريع والتقنين، ده مما لا شك فيه، زائد مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها بالأدوات البرلمانية، بدءا من السؤال ذهابا إلى طلب الإحاطة ثم إلى الاستجواب إذا لزم الأمر، وإحنا عارفين دي أقوى أداة يقدر يستخدمها النائب تحت قبة البرلمان. بخلاف كده هي المسألة بتاعت إنه البرلمان نفسه شكله مختلف شوية عن البرلمان اللي فات أو مجلس النواب تحديدا، يعني مختلف عن المجلس اللي فات، إنه إحنا في عندنا القوام الأكبر والأضخم حتى من حيث العدد هو شبان أو شباب بمعنى أدق، في عندنا أكبر تمثيل حصل في البرلمان المصري من وقت نشأته في نهايات القرن ال19 لحد دلوقتي للمرأة على سبيل المثال، كل ده هينعكس على شكل الأداء البرلماني أو الأداء النيابي.